والرساله الاخيره. الرساله الاولى انت بتتكلم على انه التعديات اللي حصلت في السنين اللي فاتت عطلتنا كتير جدا وخلتنا ندفع فلوس كتير جدا. ولذلك لما بيقول الرئيس انه المنازل او البيوت المخالفه، خلينا نسمع رساله منه. بطلب من الحكومه دلوقتي من فضلكم فيما يخص موضوعات المباني يا دكتور مصطفى، لو سمحتم، عشان احنا قلنا 6 شهور، فاحنا في ال6 شهور دول عايزين نكون انهينا كل الموضوعات المعلقه. اتفضل استريح، اتفضل استريح. نكون كل انهينا كل الموضوعات المعلقه بحيث ان احنا في نهايتهم نقول اذا كنا هنتصالح يبقى التصالح تم، تم تسديد الاموال. وارجو ان الشهر اللي هو تم اضافته او للمواطنين مره ثانيه عشان جديه التصالح ننتهز وننتهي من هذا الموضوع، ثم بنهايه ال6 شهور اللي احنا حددناهم هتطلع الخريطه. وارجو ان الموضوع ده الناس تسمعه بشكل دقيق. في اراضي لن يسمح، او احياء لن يسمح بالمباني فيها تاني، خلاص ما ينفعش. في احياء هيتم فيها السماح بدور او اتنين فقط. انا بقول الكلام ده عشان تبقى الناس مستعدية للموضوع دوت. ده امر ما نقدرش كدولة نتهاون فيه، وإلا يبقى الكلام اللي لسه كنا بنقوله دلوقتي على اللي بيتعمل مش هيبقى فيه وسيلة تانية ان احنا نحسن لكم الطرق اكتر من كده. في ناس ممكن تنزعج من هذا الكلام طبعا، لانه قال لك انه في مده 6 شهور، خلال مده 6 شهور المحدده والشهر اللي تم مده كمان عشان الناس اللي هو تسدد فيه المبالغ اللي هي جديه التصالح، لانه بعد هذه الفتره في اماكن لن يتم السماح بالبناء فيها مره اخرى، واماكن سيتم السماح فيها بالبناء دور او دورين. وانا عايز اقول لحضراتكم على هو ايه الحكايه. يعني كان ممكن الرئيس يسيب الحبل على الجرار زي ما بيقول، ماشي الحال، ناس عايشة وبتبني وبتسكن، وعمارات قديمة تقع مثلا 5 أدوار فتطلع 25 دور ولا 50 دور وخلاص، وسيب الملك للمالك وبتاع. انت هنا قدام رغبة في انك تعمل دولة بالبلدي كده شكلها حلو، دولة فيها نظام، دولة ما فيش فيها تعديات. اللي حصل قبل كده ده بنلحقه، بنلحقه. في ناس يقول لك بيبنوا بقى مدن والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة دي، وهيسيبوا القاهرة ويسيبوا المدن القديمة دي تغور هي واللي ساكنينها وبتاع. هذا الكلام ليس حقيقي بالمرة. هنا زي ما بقول الناس ما تعودتش، ما تعودتش، لأنه قبل كده كان ممكن الكلام من المسؤولين يبقى إنشائي. لا، انت هنا اولا قدام رئيس ما بينساش، يعني دي مشكله ناس كتير جدا انه ما بينساش وبيدقق جدا في التفاصيل. وبعدين ما يقوله هنا قرار، يعني هو بيقول لهم شوفوا عشان يبقى في النهارده هناك في قرار من الرئيس ان هناك اماكن لن يتم فيها البناء مره اخرى، واماكن سيتم السماح فيها ببناء دور او دورين. كلام الرئيس قرار، او كلام الرؤساء قرار. خلاصة المشهد ايه؟ خلاصة المشهد ايه؟ ان احنا قدام انجاز حقيقي، انجاز حقيقي البلد عملته. تختلف او تتفق بقى على الاداء في تسويق ده، او هو محدش بيكلمنا عليه بالشكل الكافي، او بيكلمونا عنه بطريقة معينة. لكن انا هنا بخاطب الناس اللي هي بتتماس مع هذه الانجازات على الارض، او هذا المنجز على الارض اللي انت بتستفيد بيه. هو انت بتنكره ليه؟ او انت ما بتتكلمش عنه مع الناس ليه؟ او لما الناس يجي يقولوا ما فيش حاجه بتحصل فانت ما بتقولش. بتكلم هنا على اللي استفادوا. ما هو انت ممكن تقول مش كل المصريين بيستفيدوا من الطرق، بس اقول لك اللي استفادوا دول بيبقوا موجودين فين؟ ما بيتكلموش ليه؟ ما بيقولوش البلد فيها حاجه حقيقيه بتحصل ليه؟ هنا أقول لكم بقى من الآخر عشان نختم هذا الحديث، يعني أنا بطبل للبلد، بطبل للدولة، مش بطبل لأشخاص ولا لنظام ولا لحكومة خالص، لأنه هي البلد دي باقية. طب أنا شايف بلدي بيحصل فيها حاجات كويسة والناس دي بتعمل حاجات كويسة، أعلي من ده ولا أخسف بنفسي؟ أعتقد إن إحنا لازم نعلي من ده ونبقى سعداء بيه جدا، ونشكر الحقيقة النهاردة بداية من الرئيس
ورئيس الوزراء ووزير النقل ووزراء النقل السابقين وكل من عملوا في هذا المشروع حتى أصغر عامل، نقول له شكرا على اللي قدمتوه خلال السنوات اللي فاتت واللي هتقدموه خلال السنوات اللي جاية إن شاء الله. خلينا نطلع فاصل ونيجي بقى للحركات اللي هي إيه بتقاوم البناء في الدولة أو بتقول لا إحنا في سكة تانية خالص بعد الفاصل.